عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، رجعنا لكم في فيديو جديد. هذا الفيديو راح نشرح فيه تطبيق علي بابا، كيفية إنشاء الحساب في التطبيق، وكذلك كيفية التسوق والشراء من تطبيق علي بابا. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى من اللايك والاشتراك في القناة حتى يوصلك كل شيء جديد. طبعا التطبيق متوفر على السوق بلاي، كذلك رابط التطبيق راح تلقونه بالوصف. نقوم بفتح تطبيق علي بابا. ظهرت لنا هذه الواجهة مثل ما جاي تشوفون، عدد المستخدمين وغيرها من هذه الأمور. نضغط على Registry or Sign In، يعني إنشاء حساب وتسجيل الدخول. كيف يمكننا إنشاء حساب؟ تقدر تسجل دخول عن طريق الجوجل أو عن طريق الفيسبوك أو المتابعة مع البريد الإلكتروني. هسه حاليا انا راح اسجل دخول عن طريق الجوجل وارجع لكم. هسه حاليا ننتظر على ما يتم تسجيل الدخول عن طريق الجوجل. ننتظر على ما يتم التحميل. حاليا فتح ويانا تطبيق علي بابا للمنتجات او للتسوق، مثل ما جاي تشوفون اللي هي هنا عندنا بهذه الجهة او الواجهة الرئيسية لاعلى تصنيف. عندنا الالعاب والهوايات، الاكسسوارات والموضة، التعبئة والتغليف والطباعة، الالكترونيات وغيرها من هذه الامور. فقط تقدر تسحب الى الاعلى، وكل شغلة قدامها السعر والدردشة المباشرة مع البائع. مثل ما جاي تشوفون على سبيل المثال نضغط على الالكترونيات. حاليا على سبيل المثال اريد نشتري هذه الشغلة، نضغط على دردشة الان. هذه الشغلة اللي هي مثل ما جاي تشوفون مع حامل قلم الرصاص وحزام الكتف اللوحي وعلة السيليكون وحالة الصدمات. نضغط على ارسال طلب الطلبية او الدردشة الان. نقدر نستفسر من سعرها من خلال البائع واجهزة الشحن وغيرها من هذه الامور. اللي هي عبارة عن $7.55 الحد الادنى للطلبات 5 قطع، يعني ما يصير نطلب 4 قطع او 3 قطع، لازم نطلب 5 قطع. هسا نضغط على ارسال طلب الان. عندك هنا عمليات استرداد سريعة بالطلبات التي تقل قيمتها عن $500، تقدر استرداد اضافة. نقدر نضيفها الى عربة التسوق، وبعديا نروح على عربة التسوق اللي موجودة بالاعلى ونرسل الطلبيات كطلبية واحدة. هسه راح نضغط على ارسال طلب. طبعا ظهرت لنا هذه الواجهة اللي هي 5 قطع وبنقدر 50 قطعة. انت تقدر تحدد اما هذه او هذه حسب القطع. على سبيل المثال احنا 5 قطع. عندك هنا تحدد الالوان اللي هي الاسود، البيجي، الازرق، الارجواني. من خلال الزائد كم وحدة تريد ازرق، كم وحدة تريد اسود بيجي، او كم وحدة تريد ازرق. عندك هنا السعر الكلي يصير تقريبا $22 او $27 جاي يحسب لنا، اللي هي تقريبا 3 قطع الى 5 قطع، اللي هو العدد الكلي صار عندنا $38.25. نضغط على ارسال طلب الطلبية. طبعا منشأ الصين. ظهرت لنا هذه الواجهة، نقدر نضيف عنوان شحن. نضغط هنا على عنوان الشحن، اسم جهة الاتصال، ادخل رقم الهاتف، عنوان الشارع، الشقة او الجناح الوحدة، البلد، وعلامة الشركة المصنعة او تخصيص كعنوان شحن افتراضي. هذه المعلومات تضيفها.
طبعا هذه هي المنتجات اللي حددها عنا، اللي هي $38. طريقة الشحن سيتم التفاوض عليها، رسم الشحن، ملاحظات إلى المورد، إدخال أو ملخص الطلب. هاي طبعا الطلب بعد الوصول إليك، الرجاء لعرض الرسوم الدقيقة، هاي ما لك علاقة بها، وسائل الحماية، نضغط على إرسال، نكتب المعلومات على سبيل المثال جهة الاتصال، هنكمل المعلومات ونرجع لكم. كملنا المعلومات الشخصية وقمنا بإرسال الطلب، جاي لنا جاري التحميل، ننتظر على ما يتم التحميل ونشوف شنو هي اللي راح نسويه بعد ذلك. طبعا مثل ما جاي تشوفون انه سعر المنتج اللي هو $38، رسوم الشحن $45، الاجمالي قبل الضريبة $83.62. هسه الوضع كله صار $83.62. نضغط على المضي قدما للدفع. لازم حاليا ندفع $83.62 حتى يتم شحن الطلبية وتلقيها حسب العنوان اللي موجودين به. ننتظر على ما يتم تحميل أدوات الدفع. طرق الدفع اللي هي أما عن طريق البايبال أو عن طريق الكارت او الكي كارد او عن طريق الجوجل ابلي لتأمين على المدفوعات معتمدة من قبل. على سبيل المثال نختار الكي كارد، طاقات ائتمان، نضغط على استمرار. طبعا نحدد العملة، ندفع بالدولار اللي هي عبارة عن $86. هنا عندك اما مسح البطاقة او معلومات البطاقة، ونضغط على الدفع الان. بعد عملية الدفع سيتم الشحن وتلقي المدفوعات والمراجعات. طبعا وصول الطلبية حسب المدة، سواء 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام. هذه عملية أو تفاصيل الشراء أو تفاصيل الطلبات من داخل الموقع. مثل ما جاي تشوف هاي الملايين عندك، تقدر تشتري أو تتواصل مع التطبيق. أتمنى تستفادون من التطبيق، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة حتى يوصلكم كل شيء جديد. طبعا عندك الخروج إلى الأسفل اللي هي عبارة عن جهات مصنعة، عندك هذا الحساب الخاص بك، عندك هذا الشارت، هاي المسجات، وهذا التطبيق. هذه هي الجهات المصنعة، تقدر تبحث هنا. تقدر تشتري من التطبيق حسب ما انت تريد. اتمنى تستفادوا من التطبيق، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك. مع تحياتي للجميع.